بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع مصراوي، أهلا وسهلا بكم في بث مباشر جديد من محافظة بني سويف، حيث انطلاق امتحانات الثانوية العامة بمادة اللغة العربية. بدأ الطلاب في الخروج من اللجان عقب أداء امتحانات الثانوية العامة. الطلاب بدأوا في الخروج. السلام عليكم. انت حاجه، انا عامل ايه؟ انا كنسان الحمد لله. كويس في تكاتك كله. اسمك ايه؟ انت حاجه، انا عامل ايه؟ ولا كان صعب اول، كان سهل، بس مرتبط جدا بالمسابقه اللي فاتت. بالنسبه لي يعني رجاله اللي هو ما كانش اللي هو حاجه خالص. في برضه شويه في البدايه كده، وكان الوقت بالنسبه للناس ما كانش مكفي جدا يعني. كان كويس يعني. بالتوفيق ان شاء الله. توافد الطلاب الى خارج اللجان بعد اداء امتحان اللغه العربيه للثانويه العامه. الامتحان كان عامل ايه يا شباب؟ بدا الطلاب في التوافد خارج اللجان بعد اداء امتحان الثانويه العامه. خرج الطلاب من اللجان، الاغلبيه بتؤكد على ان الامتحان في مستوى الطالب المتوسط. الامتحان كان عامل ايه يا شباب؟ الامتحان كان عامل ايه؟ كويس؟ كان الوقت مناسب لل ايه؟ مناسب. كان في تكات، في حاجه، اسئله في النحو، في الايه؟ على الصوت شويه. شويه مش كل الامتحان. بالتوفيق ان شاء الله. وزي ما حضراتكم متابعين معانا اعزائي المشاهدين، بدأ الطلاب في خروج من اللجان. الغالبية من الطلاب الثانوية العامة بيؤكدوا على ان الامتحان كويس في مستوى الطالب المتوسط، والطلاب بيؤكدوا على سهولة الامتحان وان هو جه في مستوى الطالب المتوسط ومناسب الأسئلة مع الوقت المحدد للإجابة. ما زلنا معكم من امام لجان امتحانات الثانويه العامه ببني سويف، حيث بدا الطلاب في الخروج من اللجان. و الطلاب عبروا عن سعادتهم. ايه الاخبار؟ حلوه بس النحو كان زي كان معفن قوي يعني. يعني بالنسبه للنحو كان في النحو كان النحو هيجيبنا في شويه. طب اللي بالنسبه للوقت والاسئله، ايه الاخبار؟ يعني هل الوقت مناسب للاسئله ولا الامتحان طويل؟ والامتحان كان طويل بس الوقت مناسب يعني. امتحان الوقت مناسب، ما فيش غير بس بعض الحاجات في النحو يعني. هو النحو بس، بقى الامتحان كله سهل. بالتوفيق ان شاء الله. الوقت كان كافي. مزلنا معكم. الطلاب بيأكدوا على ان الوقت كافي لأداء الامتحان، بس تباينت الآراء ما بين صعوبة في بعض أسئلة النحو وسهولة البعض الآخر. البعض الآخر أكد على ان الامتحان سهل وفي مستوى الطالب المتوسط. أولياء الأمور اصطفوا خارج اللجان لانتظار أبنائهم، ودعوات أولياء الأمور إلى عنان السماء. إيه الأخبار يا شباب؟ لقيت الامتحان زي ما حضراتكم شايفين، الطلاب بيأكدوا تباين الآراء بتاع الطلاب بتاع الثانوية العامة حول مستوى امتحان اللغة العربية. ما زلنا معكم. بس الوقت كان كافي. الطلاب بيأكدوا على ان الوقت كافي للإجابة، لكن الأسئلة كان فيها بعض التكات، في خاصة في مادة النحو في اللغة العربية. أعزائي المشاهدين، كنا معكم من أمام لجان امتحانات الثانوية العامة ببني سويف، حيث امتحان اللغة العربية للثانوية العامة. الطلاب عبروا، تباينت الآراء حول مستوى الامتحان. البعض أكد أن الامتحان في بعض التكات في قطع في النحو، والبعض الآخر أكد على سهولة الامتحان. نشكركم على حسن متابعتكم لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.